التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم وجميع شعوب العالم بمناسبة العيد الميلادي الجديد 2024، وأعرب السيد الرئيس السيسي عن أمله أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2024، وأعرب الرئيس السيسي في برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تمنياته القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024. شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وفي مخيم دير البلح وسط القطاع استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف أحد المنازل. وفي منطقة المغارقة جنوب مدينة غزة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة بقطاع غزة، وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة غزة، وأوضحت أنه تم استهداف 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105. أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في ضواحي تل أبيب وغلاف غزة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى اشتعال النيران بعدد من المنازل. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية، ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد ودهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد ودهمت عددا من المنازل. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة السواحرة جنوب شرق القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمتها منزل الشاب المعتقل معتصم عويسات الذي تزعم أنه نفذ عملية طعن قرب مستعمرة معالية أدوميم شرق القدس. احتفلت دول العالم بقدوم عام ميلادي جديد، حيث استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا عام 2024 بعرض الألعاب النارية لتصبح أول مدينة في العالم تشهد ميلاد الساعات الأولى من العام الجديد. وفي باريس احتفل الفرنسيون بقدوم العام الميلادي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث اجتمع أكثر من 1 مليون شخص في جادة الشانزليزيه. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.